أصدرت مؤخرا نورة وزارة التربية قرار بتدريب الطلاب على نظام الامتحانات بطريقة الأتمتة، فهل هناك تغيير جذري بنظام الامتحانات وكيف راح يكون الوضع بالنسبة للشهادات؟ كل هالأسئلة راح يجاوبنا عليها الدكتور عبد الحكيم الحماد معاون وزير التربية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. موضوع مهم اليوم يمكن لكل الاهالي والطلاب اللي عم يتابعونا، تدريب الطلاب على نظام الاتمته. ليش هلا وراح يكون يعني هي بدايه لانه فعلا نشوف الامتحانات الشهاده الثانويه بالاتمته ولا لا؟ صباح الخير لكم، صباح الخير للتلاميذ والطلاب، صباح الخير لجميع من يسمعوني. بالنسبه للعمليه الامتحانية في هذا العام، طبعا وزارة التربية تقوم بتطوير منظومة الامتحانات ومن خلال علم القياس والتقويم التربوي، وهي خطة عمل بالنسبة لوزارة التربية، وبالتالي من حق المدرسين والمعلمين والأبناء التلاميذ والطلاب أن يتدربوا على أداة من أدوات التقويم التي تستخدم في مختلف دول العالم. في هذا العام طبعا تستكمل وزارة التربية امتحاناتها لدورة 2021 كما هي مقررة سابقا في الامتحانات السابقة وفق المنهجية التي كانت موضوعة سابقا، مع حق لوزارة التربية أن تطور من منظومة الامتحانات كما تراها مناسبة وما ينسب مع المناهج المطورة. من المعروف أن عندما تطور المناهج والمناهج التربوية في جزء منها التقويم، صحيح، وبالتالي عندما يركز هذا المنهاج على نشاط المتعلم تكون عمليات التقويم تخص وتتعلق بنشاط المتعلم ايضا، لانك انت قد دربته على كيفية ان يتعلم بذاته. وعندما يكون المنهاج في الطرف الاخر يركز على نشاط المعلم والطالب يكون متلقي، وبالتالي لابد ان تراعي ايضا نظم القياس والتقويم المستخدم ونظم الامتحانات ان تركز على تلقي هذا المتعلم لهذه المعلومات وفهمها وحفظها في أحسن الأحوال. وبالتالي وزارة التربية شرعت في تطوير مناهجها منذ أكثر من 10 سنوات وهي مستمرة في هذه العملية. بدأت بالتدريب على آلية بناء الاختبارات المختلفة منها الموضوعية ومنها المقالية المقيدة والمفتوحة منذ سنوات، لكن الامتحانات المؤتمتة، طبعا كلمة مؤتمتة هي تصحيح إلكتروني، وما على التلميذ أو الطالب إلا أن يقوم باختيار الإجابة الصحيحة أو الأكثر صحة، أو حتى بعض الأحيان يعني يتطلب السؤال أن تكون الانتقاء الإجابة الغير صحيحة، وبالتالي تقوم أنت بتدريب هذا الطالب وهذا المتعلم على كيفية التدقيق في العبارة المعطاة والدراسة التحليلية الدقيقة أثناء اكتساب المعارف والمهارات، يعني مهارة انتقاء الفكرة وتحليل الأفكار والربط فيما بينها. صحيح تكون مؤتمتة لكنها تحتاج إلى عمليات عقلية ومن مستويات مختلفة. الاختبارات المؤتمتة من خلال ما تقوم به وزارة التربية الآن تقوم بتطوير أداء المدرسين في بناء اختبارات مؤتمتة، سواء كانت هذه الاختبارات على الورق أو إذا ما كانت على ورقة خاصة مؤتمتة وتصحح إلكترونيا. وقبل أن تقوم وزارة التربية بعمل أي شيء وتقرر أي شيء تقوم بتجريب هذه العملية، لكنها منذ أكثر من سنوات خلت، وهي تقوم بتدريب الطلاب والتلاميذ والمعلمين والمدرسين والأطر التدريسية على كيفية التعامل مع هذه الاختبارات. وبالتالي في هذا العام قمنا في وزارة التربية من خلال مركز القياس والتقويم بتدريب المدرسين في مختلف الصفوف في الحلقة الثانية وفي المرحلة الثانوية على كيفية وآلية بناء هذه الاختبارات التي هي أداة من أدوات القياس التي تحقق الموثوقية والعدالة، وأيضا ترفع من مستويات التفكير لدى أبناء التلاميذ والطلاب حينما يكونون على مقاعد الامتحان. وبالتالي لا خوف من هذه الاختبارات، فهي أداة من الأدوات التي تستخدم في مختلف دول العالم. طبعا أيضا تحضيرا للعام القادم واستكمالا لخطة عمل وزارة التربية، سينفذ في الفصل الأول اختبار مؤتمت لطلاب الصف الثاني الثانوي بفرعيه العلمي والأدبي، للفرع العلمي مادة علم الأحياء وللفرع الأدبي مادة الفلسفة.
في هذا الفصل الدراسي، وسنقوم بأتمتة هذه الاختبارات وتصحيحها إلكترونيا والوقوف على الجوانب الإيجابية وتعزيز هذه النواد الجوانب الإيجابية والسلبية. إذا ما كانت هناك ثغرات بسيطة أو ثغرات بسيطة نستطيع أن نعالجها بشكل مباشر. بالنسبة عندما للشهادات دكتور. أما بالنسبة للشهادات في هذا العام تبقى كما هي عليه كما كانت سابقا. الشهادات استثنيتوها السنة من الأتمتة؟ نعم. حتى يعني تنجح التجربة ما هي؟ التجربة قائمة منذ سنوات، لكن أنت لابد أن تهيئ الطلاب الذين سيكونون في المرحلة في مرحلة الشهادات يعني. وبالتالي أصدرت وزارة التربية بلاغها الوزاري تجرى امتحانات الشهادات العامة، شهادة التعليم الأساسي والشرعية والإعدادية الشرعية والثانوية العامة الفرعية الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بمختلف فروعها وفق منهجية اللي كانت معتمدة في السنوات السابقة. فلا قلق للطلاب أو المدرسين أو المعلمين أو حتى الأولياء، لكن إذا ما تعرفوا على هذه الاختبارات وتعرفوها بشكل مباشر يطمئنوا إلى هذه الاختبارات التي تركز على بأن الإجابة هي معطاة، ما على المتعلم إلا أن يستخدم عمليات حتى يصل إلى الإجابة أو يحدد الإجابة وينقل رمز هذه الإجابة من ورقة السؤال إلى ورقة الإجابة، وهي تحقق نوع من الموضوعية والعدالة والنزاهة أيضا والابتعاد عن الرأي الشخصي حين تكون عملية التصحيح. وبالتالي الإجابة الصحيحة لا يختلف عليه اثنان، فهي الرمز دال أو الرمز بي أو الرمز سي أو دي إلى آخره، وبالتالي تحقق العدالة في التصحيح والسرعة في إنجاز معطيات التصحيح وبشكل مباشر. وهي نقطة مهمة أشرت إلى دكتور، يعني كثير بنشوف احيانا مشاكل بالتصحيح ومشاكل مثلا من خلال مثلا عمليه جمع العلامات، هون بتتفادوا هي المشاكل كلياتها. قديش فعليا فيني اعطي العلامه الصحيحه للطلاب، وقديش فيني فعلا كمان هيئهم اليوم للدخول كمان للجامعات، لانه قسم كبير من الجامعات اليوم عم يعتمد نظام الاتمته من خلال الامتحانات. هي التجربه قديش شفتوا تفاعل الطلاب مع اليوم؟ طبعا وزارة التربية قامت بهذه التجربة الاختبارات المؤتمتة، وفي بعض المدارس وأيضا في هذا العام قمنا بتجربة، وفي العام الماضي أيضا قمنا بتجربة الاختبارات المؤتمتة على طلاب مدارس المتفوقين ونجحنا في هذه التجربة ولم تكن هناك أغلاط، والأغلاط التي كانت ترد هي أغلاط بسيطة وهي بتضليل رقم الاكتتاب وليس بالإجابات، والتلاميذ والطلاب نعتقد جميعا بأنهم يتعاملون بدقة مع هذه الورقة الامتحانية، لكن وزارة التربية من المعروف عنها بأنها عندما تريد أن تعمم شيء تقوم بتجريب هذا الشيء، وفيما بعد تحصر الإيجابيات وتحصر السلبيات، تعمل على الإيجابيات وتعالج السلبيات ومن ثم تقوم بالمفاضلة ما بين هذه الإيجابيات والسلبيات إذا ما كانت تحقق مصلحة المنظومة التربوية ومصلحة مواكبة التطورات العالمية في مجال تطوير العملية التربوية. بالنسبة أيضا في هذا العام اختبار الترشح كان في السنوات السابقة كان هناك جزء منه مؤتمت تنقل الإجابة إلى الورق وتصحح يدويا، وهناك بعض الأسئلة المقالية منها المقيدة ومنها المفتوحة، إلا أن هذا العام اعتمدنا نظام الأتمتة لهذه الاختبارات اختبارات ترشح ونجحنا أيضا بهذه التجربة، ولم تكن هناك إلا بعض العمليات التضليل البسيطة وتم تصحيحها مباشرة قبل إدخال أي عمليات تصحيح أو عمليات تنفيذ. هيكون لأي عمر داخل نظام الأتمتة بأي صف وبأي عمر، ولا هناك صفوف محددة؟ يعني في أعمار صغيرة رح تفهم نظام الأتمتة الحل فيها؟ عندما تقوم بتدريب التلميذ أو الطالب، ونحن التجربة يعني شرعنا بهذه التجربة منذ سنوات، وقلت بأن السنة الماضية اعتمدنا بنظام القبول في مدارس المتفوقين وكنا قد نجحنا، وهم طلاب في الصف السادس ونجحوا إلى الصف السابع، وبالتالي هم من الحلقة الأولى ونجحوا إلى الحلقة الثانية، ومن التاسع كانوا من المقبولين في المرحلة الثانوية وأيضا نجحنا في هذا الاختبار. وفي هذا العام أيضا فيما يتعلق بمدارس المتفوقين وبنظام القبول وفقا للاختبارات المؤتمتة واختبار الترشح،
عندما تدرب الطالب أو التلميذ مهما كان عمره صغيرا على ما هو المطلوب منه منذ بداية العام الدراسي، تستطيع أن تصل إلى النتائج التي كنت قد خططت لها، لأن وزارة التربية تعمل وفق خطة استراتيجية، يعني لا تأتي تقول مباشرة هذا الاختبار مؤتمت ولم تقم بعملية تدريب. وبالمقابل يعني البند الثالث من التعميم الذي أصدرته وزارة التربية الاستمرار في تدريب المدرسين على كيفية بناء الاختبارات المؤتمتة، يعني لم تتوقف هذه العملية أيضا تحضيرا. يعني تهيئ الطلاب والمدرسين بنفس الوقت لهي العملية، قديش اليوم قادرين لها؟ بالمستقبل ممكن نشوف الشهادات نظام الأتمتة داخل حسب التجربة وحسب هي التدريبات. زميلتنا الكريمة، بالنسبة للاختبارات المؤتمتة هي عدة أنواع وليس نوع واحد. صحيح. بعض الأحيان عليك أن تطلب الإجابة الصحيحة إجابة واحدة، وبالتالي هذا نوع من أنواع الاختبارات المؤتمتة. وبعض الأحيان تكون هناك أكثر من إجابة صحيحة وعليك أن تختار الإجابة الأكثر دقة والأكثر صحة. وهناك أيضا مجموعة من الاختبارات لا بد أن نقوم بتدريب المدرسين على كل أنواع هذه الأدوات وكل أنواع هذه الاختبارات التي لا بد أن يكتسبوا كيفية بناء ومهارة بناء هذه الأسئلة وصوغ هذه الأسئلة وكيفية طرحها في الغرف الصفية. وبالتالي الدورات التي تجريها الآن وزارة التربية من خلال مركز القياس والتقويم هي تحقق ثلاثة أهداف. الهدف الأول تقوم بتدريب المدرسين والمعلمين، ومن ثم لهؤلاء الزملاء من المدرسين والمعلمين يقومون بنقل هذا التدريب إلى مدارسهم، وانعكاس الهدف الثالث هو انعكاس هذا التدريب وهذه الاختبارات وكيفية بنائها على الشعب الصفية والغرف الصفية التي يقومون بتدريسها. وبالتالي لا خوف من أن يتعلم التلاميذ أو لا يتعلم، لأن سنصل إلى جميع الطلاب وجميع التلاميذ وجميع المدرسين وبيسر وسهولة. نعم، يعني قلت لنا دكتور أنه الكادر التدريسي كمان حيكون في تدريب له على نظام الأتمتة، وحتبدو فيها تقريبا بصفوف معينة الشهادات لحتى يأخذوا على نظام الأتمتة. خبرنا عن آلية تدريب الكادر التدريسي قبل ما نختم حديثنا. طبعا منذ بداية شهر 11 تم تدريب الموجهين الاختصاصيين من خلال كيفية بناء الاختبارات، لكن التدريب المنهجي والذي يتعلق بأتمتة الاختبارات كان بدورة مركزية أجرتها وزارة التربية ممثلة بمركز القياس والتقويم. استدعت مجموعة من المدرسين من ذوي الخبرة ودربتهم على كيفية بناء هذه الاختبارات ووضع نموذج لكل مادة من هذه المواد وتعميمها على جميع مديريات التربية وعلى جميع المجمعات والمدارس. وطلبت في تعميمها وزارة التربية من المدرسين والمعلمين أن يبنوا الاختبارات ويرسلوها إلى وزارة التربية كنقطة أولى في عملية التدريب. ومن ثم ذهب هذا الفريق المركزي الذي تدرب إلى المحافظات وقام بالتدريب الفرعي على مستوى المجمعات ومستوى المدارس، والآن تستكمل هذه العملية التدريبية. نتمنى لكم أكيد التوفيق بالتدريبات اللي عم تقوموا فيها بشكل مستمر، وبدنا نوجه لكم تحية كتير كبيرة على الجهود اللي عم تقوم فيها وزارة التربية ضمن الظروف الاستثنائية والصعبة اللي عم تمر فيها البلد. معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم حماد، شكرا كتير لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. خطوه جديده ويمكن جديده ومهمه كمان بالنظام التعليمي والتصليح بما يخص الطلاب، ان شاء الله موفقين يا رب. شكرا لكم، شكرا للاخباريين للاهتمام بشان التربوي. شكرا لك.